الأستاذ عادل أمين أيضا، مشاركة هاتفية أخرى معنا، الناقد الرياضي بالأهرام. أستاذ عادل أمين مساء الخير يا أستاذ عادل. مساء الخير يا أهلا. اهلا بيك استاذ عادل. شايف ازاي الترتيبات الخاصه بالموسم الجديد، ضغط المباريات، الفتره الزمنيه المحدوده المتاحه للدوري، كل ما اثير في ادارات اتحاد الكره في الفتره اللي فاتت عن الترتيبات الاستثنائيه الخاصه بالدوري في نسخته الجديده 2018 2019؟ والله انا مش شايف اي حاجه خالص. انا شايف ان الامور كلها ماشيه بطريقه عشوائيه. فجأة هبط علينا الدوري، كان الدوري جه فجأة علينا، ما فيش أي استعدادات من جانب اتحاد الكورة. المفروض زي دول العالم كلها المتقدمة اللي عايزة تبقى فيه عندها كرة قدم محترمة على مستوى عالي، بدل ما كنا نروح المونديال في روسيا ويظهر المنتخب بمظهر اللي احنا شفناه ورجعنا بدون حتى ما ناخد نقطة واحدة. كان دوت ده نتيجة عوامل كثيرة من اتحاد الكورة. المفروض قبل الذات كل موسم بتطلع فيه لجنة من الاتحاد، ولجنة بيبقى فيها ممثل الأمن يشوف الملاعب اللي هتقام عليها الأندية، الملاعب ديت هتنفع تقام عليها مباريات ولا مش هتنفع، يبقى فيه صورة واضحة من صورة الملاعب، علشان خاطر ما نجيش في نص الموسم الملعب الأمن يعترض على ملعب إقامة مباراة أهلي أو زمالك مع الأندية الأخرى في المحافظات أو كده. لكن ده ما بنشوفوش، بنشوف ملاعب لا تصلح لإقامة مباريات عليها في الدوري الممتاز، وبنشوفها بتقام عليها مباريات وساعات ينقلوا مباريات عليها. قبل كل ده موسم المفروض يكون فيه لوائح المسابقة، واللوائح خاصة بالمسابقة ثابتة معروفة، 25 لاعب كل سنة، ما بتتغيرش كل سنة. احنا عندنا للأسف اتحاد الكرة بيطلع لنا ببدعة جديدة، اسمع اجتماع مع الانديه قبل الموسم يشوف ياخد راي الانديه، طب نعمل قايمه 25 ولا 28 ولا 23، حاجات يعني غريبه. المفروض يكون في لوائح ثابته المسابقه بتقام عليها، ودي ما بتتغيرش كل موسم زي ما دول العالم فيها معانا. لكن احنا للاسف ما بنحترمش اللوائح، ولا بنضطر اللي بيبقى عندنا المنتج اللي هو كره القدم عندنا بيطلع ضعيف، الدوري حتى بيطلع ضعيف رغم ان احنا بنحاول ننفخ فيه او نوصله بطريقه ان هو دوري جامد عشان خاطر التسويق وكده، لكن هو في الحقيقه المنتج بتاعنا محتاج اعاده نظر كامله في كل حاجه يعني. طيب استاذ عادل، هل كلامك معناه او بيشير الى انك شايف ان كان في تقصير شديد من سنين في حد انهم اتشغل بشكل مبالغ فيه في الشكل الكرنفالي اللي شفناه للاستعدادات لكاس العالم حتى قبل ما نحقق اي نتيجه جيده في اي مباراه، على حساب اي استعدادات لبرنامجنا المحلي في الفتره الجايه؟ لا انا مش شايف، انا متاكد ومش حكايات مش شايف، ده في تقصير جامد من اتحاد الكوره بغض النظر عن كاس العالم، لان للاسف احنا برضو كاس العالم لما رحنا مش عشان نلعب في كاس العالم، رحنا عشان نحتفل اللي احنا وصلنا في كاس العالم. في فرق كبير بين الاثنين. اما تروح تشتغل في بطوله عشان تقام فيها تنافس فيها، او في تروح تشترك في بطوله عشان تحتفل اللي انت وصلت ليه. ان في مشكله ان طموحنا انتهى عند لحظه الوصول للنهائيات. حكايه الطموح مش المفروض يكون انت الرياضه ما بتعرفش تقف عند حد، ملهاش سقف. لازم طموحك يبقى عالي فيها. لو انت وصلت يبقى عندك امل وطموح كبير ان انت توصل للدور اللي قبليه عشان تقدر تقدم. لكن احنا للاسف لا في طموح ولا في لوائح ولا في خطط ولا في برامج، والعشوائيه هي اللي بتداري المسابقه. وهتشوف انت برضو هيطلع ازمات كثيره ومشاكل كثيره مع بدايه الموسم، هتلاقي اللوائح بتتغير مع فتره الموسم بقى في فتره الانتقالات الشتويه، يعني هتلاقي حاجات كثيره غلط هي سبب وقفتنا في كرة القدم. يعني كلامك بيؤكد، سبقتني حتى السؤال التالي بكلامك او اجابتك يا استاذ عادل، واضح انك متوقع كمان تخبط ومشكلات كثيره تطرأ على المسابقه في الموسم الجديد بعد بدايته. طالما ما فيش نظام وما فيش اسس وما فيش لوائح اكيد لازم يحصل مشاكل. لو انت ترجع لورا للذاكره لورا من سنه 90، احنا كنا رحنا لعبنا بلجيكا في بلجيكا في بروكسل وكسبناها هناك. كان في فرق في المستوى، كنا احنا مستواهم اعلى، مستوى المنتخب اعلى، مستوى الكره بصفه عامه المصريه كانت اعلى. هم خططوا من 30 سنه او من 25 سنه، خططوا صح عشان يوصلوا للي هم وصلوا ليه النهارده. اللي وصلت ليه بلجيكا النهارده ما وصلش في يوم وليله، ما جاش بضربه حظ، لا جبت تخطيط علمي وتنظيم ومسابقات قويه، كل دوت
جعلوا من بلجيكا قوه عظمى في كره القدم بتنافس على كاس العالم. صحيح صحيح. احنا فين من 90 سنه، من مونديال 90 لحد دلوقتي؟ احنا رجعنا لورا 50 سنه عما كنا عليه في سنه 90. وده للاسف نتيجه حاجات كتير، اللي برضو اللي بيخش اتحاد الكوره ما عندوش برنامج او ما عندوش فكر، ده بيخش اتحاد الكوره عشان خاطر يسوق نفسه او يسوق البيزنس اللي بيعمله. ولو انت شوف مجلس اداره اتحاد الكوره دلوقتي وفنتهم واحد واحد، السيره الذاتيه بتاعت كل واحد من ساعه ما دخل الكوره التقليديه لحد دلوقتي، هو قدم ايه للكوره المصريه؟ عمل ايه للكوره المصريه؟ ولا حاجه. من اول هنا بوريده، من ساعه ما دخل الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، قدم ايه للكوره المصريه؟ ولا حاجه. خد على بقيه العناصر كلها، عصام عبد الفتاح قدم ايه على التحكيم؟ التحكيم في عهده تدهور لا مثيل له، والناس اللي احنا عندنا تحكيم، والتحكيم في تقدم مستمر وبتاع، وصل الحكام. طيب يبقى حضرتك عندك مشكله حتى في رؤيتك او تقييمك لوجود كفاءات من عدمه في اتحاد الكره، وحضرتك حسب كلامك بتنتقدهم او بتشوف ان هم ما بيتمتعوش بالمؤهلات او الكفاءات اللازمه لتولي هذه المهمه. وضحت طبعا الرؤيه. المشكله عندهم هم، انا مش عندي مشكله. لا احنا لا يعني وضحت الرؤيه طبعا، انا قصدي ان تقييمك بيقول ان عندهم مشكله في الكفاءات والمؤهلات التي يتمتع بها العناصر الموجودة في مجلس إدارة اتحاد الكرة، ده حسب كلام حضرتك. اعمل لهم كشف حساب وهتشوف. طيب خلاص، طبعا وضحت وجهة النظر، وبنشكرك جدا على مشاركتك معنا في الحوار الناقد الرياضي بالأهرام أستاذ عادل أمين. وذهب الأستاذ عادل في هذا الاتصال زي ما حضراتكم سمعتوا إلى الحد الأقصى من رؤيته إن الأمور لا تسير جيدا في الاتحاد المصري لكرة القدم، وشايف إن في مشكلات أو بيتوقع وجود تخبط ومشكلات كثيرة في اتحاد الكرة، بل